فبسم الله الرحمن الرحيم. فاول حاجه قبل ما نهضروا في المقابله كانت صعيبه، نهضروا كلمه شكر للطاقم التحكيمي اللي كان نازيه وكان في المستوى الكبير، ونهضروا كلمه شكر للجمهور. هذا صراحه واخا الجمهور ديال النادي المكناسي كنعتبره من ارقى الجماهير المغربيه بالنسبه للمقابله، فعرفنا النادي المكناسي ان عنده ذاك التحفيز الكبير، خصوصا انه يستقبل اول مقابله واول مقابله في القسم الثاني هنا في الملعب ديالو. عرفنا يكونوا محفزين، حاولنا ما امكن اننا نكونوا اورغانيزي في وسط التيران، نمتصوا ذاك الحماس ديال النادي المكناسي. وكما شفتوا في المقابله كانت صعيبه صراحه، تفاجئنا المستوى الكبير اللي قدموه اليوم النادي المكناسي، فشكل لنا مشاكل كثيره بزاف طيله المقابله. الحمد لله ما هبطناش يدينا، طبقنا التعليمات تاع المدرب في الشوط الثاني الحمد لله، اللي عطات الاكل ديالها وسجلنا منها هدف الانتصار الحمد لله من ركنيه. فكنهني اللاعبين، كنهني الطاقم التقني، كنهني الجماهير الخنيفريه، فالحمد لله انتصار اخر غادي نزيدوا الرصيد ديالنا الحمد لله ولله الحمد. غنحاولوا ما امكن اننا نضمنوا بعد المكانه ديالنا ونناقشوا مقابله ان شاء الله. وهارد لك فريق النادي المكناسي. شكرا. كما لاحظتوا راه كانت مقابلة جيدة، لعبنا مقابلة جيدة، ولكن كان عندنا واحد شوية ديال النقص ديال الحد، باش يعني هذا هو اللي جعل المقابلة تمشي في سميتو. ولكن كما لاحظتوا كانت السيطرة واضحة لفريق النادي المكناسي. الفريق الخصم مشى جوج المرات، يعني جوج ديال يعني ضربات الزاوية سجل منها هدف. هذاك الحد اللي كان عندهم هما ما كانش عندنا احنا، ولكن ان شاء الله حنا واثقين في هاد اللاعبين هذا، وان شاء الله كما شفتوا يعني قاموا بمقابلة جيدة. كنعتذروا للجمهور ديالنا حقاش أول مقابلة قدامه، نعتذروا له إن شاء الله، كنوعدوا بأن إن شاء الله المقابلات القادمة غنكونوا في عندنا حسن الظن بإذن الله. صراحه يعني مقابله ما كانتش سهله، لان فريق النادي المكناسي حاول عده فرص، وهو يعني كيدير عده محاولات، ولكن لقينا واحد دفاع اللي متماسك تيخلينا نلعبوا في اريحيه. برافو عليهم، لان عندنا دفاع اللي حاليا الحمد لله ما مسجل علينا حتى شي هدف. كنظن باللي الانتصار الثالث هذا خدينا التعليمات يعني ديال المدرب في الشوط الاول، على اننا غادي نقدموا كل ما عندنا ونلعبوا الكره ديالنا اللي مولفين كنلعبوا، وهذاك الشيء اللي طبقنا. بالتالي يعني دخلنا في الشوط الثاني، وكذلك اعطى التعليمات لبعض اللاعبين، بقينا مأمين على القدرات اللي عندنا وعلى اللاعبين. سجلنا، حافظنا على الهدف. كنا نهدي هذا الانتصار هذا للجمهور الخنيفري اللي يعني كل صغيره وكبيره كيتابعنا عليها. نتمنى ان شاء الله باش نزيدوا ناكدوا للجمهور على ان الفريق يعني غادي في خطوات ثابته، ويعني كل مقابله ومقابله كنزيدوا ناكدوا على الفريق انه يعني فريق اللي غادي يقول الكلمه ديالو هذه السنه. نتمنى ان شاء الله حد موفق للفريق ديالنا، ونتمنى ان شاء الله باش نزيدوا ناكدوا كل مقابله على انه فريق قوي هذه السنه هذه.